نروح مع حضراتكم لخبر تاني الحقيقة مبهج كده ومفرح. يعني لما بنشوف نجومنا وخصوصا الاسكواش يعني الميداليات الذهب اللي بيجيبوها وشكلهم وهم مبسوطين بعدها وشكل أمهاتهم وهم فرحانين بيهم، شكل يفرح القلب صراحة ويشرح ويخليك سعيد إنه ولادنا في الألعاب الفردية بيحققوا الميداليات دي، وخصوصا لعبة الاسكواش الموضوع فيها يعني عمال يروح كده لمنطقة أعلى وأعلى وأعلى، وتصدر مصري يعني مستحق الحقيقة وعن جدارة لأبطالنا المصريين. توج مصطفى عسل نجم النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا النهاردة ب يعني بطولة الثمانية الكبار في الاسكواش، والحقيقه انه ده موسم 2021 2022، وزي ما حضراتكم شايفين مصطفى بعد ما نجح بالفوز على نظيره بول كول بيسجد ووالدته يعني بتحضنه حضن مطرات الحقيقه، يعني ما حدش يقدر في الدنيا يقول انه في حد مبسوط اكتر من مصطفى نفسه غير والدته. اعتقد ان الامهات يعني بتعيش حياتها كلها علشان تشوف لحظات فارقه في عمر اولادها بالطريقه دي. خلينا نروح لمصطفى عسل ونحتفل معاه ونبارك له. يا مصطفى مساء الخير عليك والف الف مبروك، فوز مستحق وفرحت قلوب كل المصريين، والحقيقه انه يعني الاسكواش لسه كنت بقول لعبه مصريه المصريين محققين فيها ميداليات وبنتقدم فيها دايما ومتصدرين فيها دايما، وانت يمكن على مواقع التواصل الاجتماعي كنت سعيد جدا انه جماهير النادي الاهلي سابت ماتش بيراميدز، واحنا طبعا يعني الناس بتبقى مشدوده لكره القدم، لكن انتوا بكل اللي حققتوه في الاسكواش خليتوا الناس تسيب كل حاجه وتبص عليكم. في حاجات جدا والله، يعني ميرسي جدا على التصويت الجميل ده، و يعني والله انا مش عارف اوصف مشاعري يعني، والحمد لله والله ان انا فرحت جماهير مصر والنادي الاهلي امبارح. ماتش كان صعب جدا، لاعب واحد هولندي كان نمره واحد على العالم من شهرين بس ودلوقتي من اثنين، فالحمد لله انا قدرت اكسب البطوله الحمد لله. استعديت ازاي للبطوله يا مصطفى؟ البطوله كانت صعبه جدا من غير كده فعلا، يعني احنا يمكن دي اخر بطوله في السوزن، بس اول ثمانيه بس على العالم هي اللي بتخش البطوله دي من وسط 1000 او 2000 لعيب اعتقد. احنا كان عندنا في الفاينل ثلاثه مصريين، انت ونورهان جوهر ونور الشربين. بالظبط كده، يعني يمكن انا لعبت مع علي فرج نمره واحد على العالم في السيمي فاينل، كان ماتش صعب جدا الحمد لله قدرت ان انا علي فرج برضو من ابطالنا الكبار في الاسكواش. طبعا يعني انا دايما حتى الماتشات ما بين انا وعلي يعني اللي هو اللي يكسب يعني يا رب اللي يكسب يعني يكسب الماتش الفاينل، احنا دايما الفاينل بيبقى ضد بول كول هو نيوزيلندي، فاحنا عايزين ان مصر يكسب البطوله، فاحنا ما نرفش بعض على قد ما نقدر يعني نخلي البطوله مصريه. طيب مصطفى، لقطه مامتك وهي بتحضنك، يمكن الواحد بنتكلم طول الوقت انه الشباب بيفتقدوا للقدوه، ولانه كمان دعم الاسر بيفرق كتير جدا جدا جدا، واحنا بنعرض معاهم يعني دلوقتي بنوريهم المشهد والحضن الكبير، حضن كله فقر وحضن بعد مجهود وتعب كبير، يمكن هي من اكتر الناس اللي تعبت معاك اكيد في مشوارك، انت النهارده تقول لها ايه؟ لا والله انا يعني انا في المشهد ده بجد انا ما كنتش، انا كنت بعيط وبضحك في نفس الوقت وانا كنت بسجد، وبعديها انا عمري ما اتخيل في لحظه ان مصر دايما بتعملي كل حاجه في حياتي، بس يعني هي ناحيه الاسكواش ما بتحبش تظهر قوي، تبان يعني دايما انا بابايا دايما هو اللي في ظهري في الاسكواش، دايما اي متعلق باي حاجه عن الرياضه دايما بابايا هو اللي في ظهري، فانا افتكرت ان اللي بيخبط عليا ده كنت فاكره المذيع اللي هيعمل معانا انترفيو بعد الماتش او بابايا، او ما افتكرتش خالص ان هي مامتي، هي مامتي دايما يعني ما بتحبش يعني في اللقطات تظهر، لكن الموقف جلل برضه والمشاعر يمكن هي اللي دفعتها لده. بالظبط، ده هي كانت بابايا كان يعني بيشد مامتي اللي هو عشان يعني تسلم على سياده الوزير بعد الماتش على طول، فمره واحده مامتي راحت دخلت على الملعب على طول لما لقيتني بعيط يعني فجاه كده يعني، فانا ما كنتش عارف اعمل ايه ساعتها، وانا كنت خايف عليها كمان ان مامتي كانت لابسه كعب كبير شويه فطويل شويه، فانا كنت هي كانت كمان
تجري شويه، فانا كنت خايف عليها لا تقع تحصل حاجه، بس الحمد لله ربنا يخليها ليك، وده مجهودها وده تعبها، وهي النهارده بتحتفل بيك زي ما كل المصريين بيحتفلوا بيك. خليني اقول لك كمان عن الجماهير المصريه ومساله اهتمام الجماهير المصريه دلوقتي بالالعاب الفرديه وبلاعبي السكواش على وجه التحديد، انتوا كابطال بتشوفوا ده ازاي؟ طبعا دعم كبير جدا من الجماهير، دعم جدا من الاعلام، وسبورت كبير جدا الحمد لله. انا يمكن الحمد لله جماهير مصر، جماهير النادي الاهلي كلها في ظهري. يعني شايف اقول لك والله ان فعلا في ناس كان جايه امبارح من محافظات، يعني بقيت نفس مصر، جميل مصر، جميل النادي الاهلي، ان هم دول يشجعوني، وانا فعلا خلاص فعلا كان يعني كنت مرهق جدا امبارح، بس دفعت الجمهور الحمد لله. يعني طول قسم جامد جدا، لعيب جامد جدا، كسبت ثلاث كسرين بس في 80 دقيقه، يعني كان الموضوع صعب جدا، بس الحمد لله دعم الجمهور ده هو اللي اداني المكسب ده الحمد لله. يعني فانا بهدلهم طبعا الفوز الكبير ده. مصطفى عسل البطل المصري ولاعب النادي الاهلي، بنشكرك شكرا جزيلا يا مصطفى، وبنبارك لك على يعني الميداليه، شكرا جزيلا على وجودك معانا. طيب يعني الحقيقه انه ولادنا وابطالنا المصريين في كل الالعاب متصدرين، والواحد لما بيقرا الاخبار دي الحقيقه قلبه بيفرح، وبنشوف حتى انه في عز الازمات وفي عز ما الناس بتبقى متضايقه يمكن عشان ازمات اقتصاديه وغيره، بتلاقي الناس على مواقع التواصل الاجتماعي بتحتفي بالبطلات وبالابطال المصريين والموجودين ومشرفينا ورافعين اسم بلدنا في كل مكان. فريال اشرف واحده من اللاعبات في منتخب الكاراتيه اللي الحقيقه دي مش اول مره ليها، يمكن هي حققت ذهب قبل كده، والسنه اللي فاتت في اولمبياد طوكيو حققت ذهب وفرحت كل الناس، والسنه دي اخذت الميداليه الذهبيه وحققت اول ميداليه ذهبيه لمصر في منافسات وزن 86 لدوره الالعاب البحر المتوسط. ويعني الحقيقه انه بعد الماتش يعني كان في حاله من الاحتفال كبيره جدا 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 بيها، وزي ما بقول لحضراتكم دي مش اول مره تفوز، وهي من السيدات اللي بيصنعوا الذهب لمصر. زودت رصيد مصر لست ميداليات بواقع ثلاث ميداليات فضه وميداليه ذهب وبرونزيتين. الحقيقه انه كمان فريال هي صاحبه الذهبيه التاريخيه لمصر زي ما كنت بقول لحضراتكم في اولمبياد طوكيو 2020، ويمكن كلنا نفتكر الفيديو بتاع اهلها السنه اللي فاتت وهم بيتابعوا فريال وهي بتفوز بالميداليه الذهب، وهو ده اللي احنا طول الوقت بنتكلم عنه، مساله الدعم الاسري لولادنا واحنا بنربيهم واحنا بنعلمهم سواء رياضه سواء غيره، ده بيفرق كتير جدا جدا. احنا كمان مش بنتكلم على دعم اسري، الدعم امتد انه بيوصل للدوله. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني كان ليه مداخله مع فريال ودعمها بنفسه، ومش بس فريال الحقيقه، الاحتفاء بكل المواهب سواء المواهب الصغيره او المواهب اللي بتوصل للعالميه وبترفع اسم بلدنا في كل مكان، هو ده اللي الجيل ده محتاجه. الجيل ده محتاج يحس بالدعم، دعم اسري، دعم من الدوله، دعم وتكاتف من كل المجتمع علشان الجيل ده يلاقي نفسه، علشان الجيل ده يحقق اكتر، لانه بلدنا مليانه مواهب، بلدنا مليانه مواهب ومواهب عظيمه، بلدنا اللي طلعت ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم مليانه ياما ياما وزويل، ويعني مواهب مصريه متعدده في كل المجالات، ولسه بلدنا مليانه اكتر واكتر، لكن بنبقى دايما محتاجين انه زي ما بنتكلم على السلبيات في البلد وبنشتغل عليها وبنطرحها وبنشوف اسبابها وبنشوف ليه بتحصل، كمان محتاجين انه طول الوقت نفكر نفسنا بالاشياء الايجابيه وبالشباب اللي زي الورد اللي بينوروا يعني طريق غيرهم حتى مش بس طريقهم، لانه الشباب الصغيرين بقى قوي لما بيشوفوا الالعاب الفرديه واللي بيحصل في الالعاب الفرديه والولاد والبنات اللي في عمر صغير بيجيبوا ميداليات ذهب، ده بيبقى يعني بالنسبه لهم قدوه كبيره جدا 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 بتحصل، بتخليهم عندهم امل انه يقدر يحقق وانه بلده كمان بتدعمه علشان يحقق، وده شيء مهم جدا، وانه الناس تحتفل بيهم وده شيء اهم، لانه لما بيلاقوا كلكم على مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلموا عنهم بدل ما نتكلم عن ظواهر سلبيه يمكن الحديث عنها بيكسبها اكثر من قيمتها، لا احنا نتكلم عن من يستحق.